تحياتي لكم، مرحبا وسهلا بكم. علي أحمد، مرحبا وسهلا. إذن أحييكم كاملين، أحييكم من مطار أورلي بباريس. إن شاء الله الوجهة مدينة جنيف السويسرية. غدا إن شاء الله ستكون هناك وقفة لجمعية بنات الساقية الحمراء وادي الذهب في ساحات الأمم المتحدة طيلة اليوم، تشارك فيها الجالية الصحراوية أو الجاليات الصحراوية عموما. مرحبا وسهلا الأخ محمد بوغلة. الوقفة كما قلت تنظمها جمعية بنات الساقية الحمراء وادي الذهب، وتنادي من خلالها مجددا بالإطلاق الفوري لسراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي اللي هم بالعشرات. مرحبا وسهلا الأخ سفيان مومو، مرحبا وسهلا. بلال المحجوب، مرحبا وسهلا. ينتظر كذلك على أن تشارك فيها أيضا الجالية الجزائرية سواء بفرنسا أو في سويسرا. الكبير مرحبا وسهلا والله. ود بلاية مرحبا وسهلا. مريم أسامة مرحبا وسهلا. إذا نحييكم من مطار أورلي. كبير راني رسلت لك. الله يبارك فيك خير. خاطري الكبير راني رسلت لك. الله يبارك ان شاء الله. ان كان عند محمد راهو عند محمد. مريم مرحبا وسهلا. محمد براك وخير. محمد طالبي تحياتي. الاخ الكبير انا ما اعتقد وضعيه التليفون، لا اعرف وضعيه التليفون افقيه. صليت ولد عوب مرحبا وسهلا بيك والله يديك خير. عمر عصاش محمد علي بيبه رز وضعيه ما يعرف ممكن. اذا الاخ الكبير حاول فعلا نضيفك. خاطري بوغاريون مشكور والله. الاخ الكبير راني حاولت نضيفك يا غير ربما عندك مشكله وضعيه التليفون احيانا. مصراوي عبد الكريم مرحبا وسهلا. عصر محمد مرحبا وسهلا والله. فؤاد بابت محمد الشبان مصري دعياشة. أرطان محمد مرحبا وسهلا. نورا أبو سيد مرحبا وسهلا.
محجوب محجوب حي من محجوب ثاني. العلم نور. علي جوسي ان شاء الله راه نشوف ان شاء الله. لا ذكرني يرسل لي ميساج في الخاص باش نبحث عنك نشوف من هو اللي بلوكر. والله والله نقلوا عنك في البلوك دليل في خاسو. امين ان شاء الله امين. بخير والله. سفيان مرحبا وسهلا. اذا نذكركم على انه ستكون هناك وقفه لجمعيه بنات الساقيه الحمراء وادي الذهب غدا في ساحه الامم المتحده بجنيف ابتداء من الصباح من 10 صباحا الى المساء. شارك فيها الجاليات الصحراويه للمطالبه بالافراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي. شكرا علي مبدا. عطان محمد مرحبا بك. محمد الشبعي داخل. كريم دي صحراوي مرحبا وسهلا. سيدك محمد سادي في القصر يعتقل ان شاء الله. المجرم الاسود. كاري حنكو. اهو خلي يسكن كاري. خلو خلو. ان شاء الله صالحين الحمد لله. بريس وزاني تحية في مرحبا وسهلا. خليته وخيط. هنا عملية تأمين المطار كما تشاهدون. عملية تأمين المطار محجوب بركات وخيط. علي مدة خير فلك. كريم شكرا والله. شعب صحراوي منصور ان شاء الله منصور. ما يمكن الله سبحانه وتعالى ما ينصر هذا الشعب الصحراوي الاصيل. هذا الشعب الصحراوي البطل. هذا الشعب الصحراوي اللي قاوم الاحتلال. قاوم الاحتلال الاسباني عقب ذلك قاوم الاحتلال المغربي. نصف له قرن ونصف تقريبا وهو يقاوم صالح محمد مرحبا وسهلا.
وعليكم السلام. منصور هذا الشعب ومهزوم الاحتلال، الأمر مسألة وقت فقط، لا أقل ولا ما أبقى قد الفات إن شاء الله. شكرا حرطان، مرحبا بالسيارة. جوهم نعم سيحاسب الزر يطير. عادي جدا شوف صديق، تحياتنا لطنجة المحتلة، تحياتنا لك، تحياتنا لكل الأحرار، مغاربة الأحرار. ميت بشري مرحبا وسهلا والله. هشام شارم تحياتي لك. إذا نذكروا أنه غدا إن شاء الله على مستوى ساحة الأمم المتحدة بجنيف، أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، ستقام وقفة لجمعية بنات الساقية الحمراء وبالذهب للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين والموجودين في سجون الاحتلال المغربي وعلى رأسهم المعتقلي قديميزيك. شكرا خويا هشام. هذه الوقفة تنضاف إلى سلسلة الوقفات والاحتجاجات والأعمال اللي يعني كاملين، هي واجب للشعب الصحراوي تجاه الناس اللي قدموا تضحيات من أجله. هذه ليست قضية سهلة، قضية الصحراء الغربية وقضية الشعب الصحراوي ليست قضية سهلة كما يحاول نظام المخزن أن يقدمها كما تعلمون، حاول يبسطها، حاول ينال من شرعيتها، ولكن شرعيتها ثابتة، شرعيتها نابعة من التضحيات اللي قدم هذا الشعب على مختلف أصناف الشباب والشيب والعزايز والأطفال، الشهداء، المناضلين، المناضلات، المعتقلين السياسيين، المعتقلين الأكاديميين، طلبة، المعتقلين سنوات الجمر والرصاص، سنوات الاختطاف السري. سعيد إليك وإليك مرحبا وسهلا. إذا أحداث متسارعة عاشت القضية الصحراوية لمدة نصف قرن. هذه الأحداث كانت ممزوجة بالألم، بالمعاناة، بالدم، بالاعتقالات، بالاختطافات، بالاغتصاب، بالقمع، ولا زال القمع مستمر أيضا اليوم ضد طول جديد من المناضلات والمناضلين في المناطق المحتلة. نستغرب كيف أن بعض الناس الذين يدعون بأنهم حقوقيين على مستوى الصحراء الغربية وهم يوالون أطروحة المخزن، كيف أنهم يغضوا الطرف عن الحديث عن هذا الواقع اللي موجود في المناطق المحتلة. هذا الواقع اللي لا يخفى على أحد، والنظام المخزن يخفيه من خلال منع النشطاء الدوليين من دخول المناطق الصحراوية المحتلة. إذا كان نظام المخزن ما عنده شيء فيه في أرض الصحراء الغربية، فلماذا لا يسمح لهؤلاء النشطاء المحاميين الحقوقيين الذين يزورون على قلتهم أرض الصحراء الغربية ولكنهم يطردون من المطار، يجدون يعني أصناف المخابرات المغربية في انتظارهم في المطار ويمنعون حتى من النزول من الطائرة في الوقت اللي جبهة البوليساريو الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تسمح بدخول الأجانب
الى مخيمات العز والكرامه يسكنوا حتى مع اهلها، يسكنوا مع اهلها. اذا نخليكم الان ان شاء الله نلتقي في لايف ثاني، قد نتواصل معكم عبر تيك توك ان شاء الله. تحياتي لكم.